بعد نجاح فيديو الكيت كات بتاع السينابون اللي احنا عملناه اللي فات ده، كتبتولي تحت في الكومنت جرب لنا انواع كيت كات تانيه، فجبت لكم كل انواع الكيت كات اللي موجوده في السوبر ماركت. كيت كات اللي بالشوكولاته البيضه، كيت كات باللوتس، كيت كات باللوتس يا جماعه، كيت كات بالكراميل، كيت كات بطعمه بس مش عارف ايه هو بصراحه، حاولت اقراه كتير بس ما عرفتش يعني، بس هو كيت كات غريب يعني تقريبا بالكريمه والفستق حاجه زي كده، بس كيت كات حلو يعني. كل المنتجات دي معموله في بلغاريا الشقيقه. طيب انا متحمس جدا جدا ليهم، تعالوا مثلا نجرب اللي بالشوكولاته البيضاء ده، شكلها وسعرها 10 جنيه. شيل بس كده بقى دول على جنب، نفتح كيت كات اللي بالشوكولاته البيضاء، نفتحها منين دي يا صاحبي؟ ده شكلها، شكل الكيت كات العادي مكتوب برضو على كل واحده فيهم كيت كات يعني. تعالوا نقسم واحده، ده شكلها من جوه، تعالوا ندوق. بسم الله. طعم الشوكولاته نضيفه قوي قوي، بتحس بالشوكولاته البيضاء جدا جدا، شوكولاته نضيفه ب 10 جنيه. كيت كات اصلا معروف عنها ان هي حلوه جدا جدا. ندخل للكيت كات الثاني، كيت كات بالكراميل برده سعرها 10 جنيه. دي شكلها برده، نقطع كده حته. اوه شايف الكراميل عامل ازاي؟ شايف الكراميل؟ يا واله يا واله، محشيه كراميل، محشيه كراميل قوي قوي. شايفين يا جدعان الكراميل؟ تعالوا ندوق. بسم الله. ده الكلام على كبير قوي قوي، مليانه كراميل قوي، بصوا محشيه كراميل جدا، حلوه قوي قوي، لو شفتها هاتها في اي حته، جامده قوي مش هتندم بصراحه. طيب نجرب كيت كات باللوتس، ازاي كيت كات باللوتس؟ انا مش عارف بصراحه يعني. ده شكلها برده ب 10 جنيه، شكلها اسود كده عادي، نقطع كده. ده من جوه ريحتها قرفه قوي بتاعت اللوتس. بسم الله. لسه كنت هقول عليها ان اللوتس اصلا مش موجود، لقيت في الاخر اللوتس راح مديني هوب دبل كيك في وشي يا زميلي. طعم الشوكولاته في الاول بيبان، بيبقى طعم الشوكولاته طاغي جدا جدا في بقك، مفيش طعم اللوتس خالص، لحد ما تتهيأ ان اصلا مفيش لوتس وان طعم الشوكولاته اقوى من اللوتس، بعد كده بتلاقي ان طعم اللوتس جه مره واحده وخفى الشوكولاته يا زميلي. الميكس حلو، ان انت تاكل شوكولاته وبيهيئك ان هو شوكولاته كل حاجه، بعد كده يا باشا بيخبطك في الاخر اللوتس، بيبقى ايه طعم بقك كله لوتس والشوكولاته بتختفي خالص. عجبني الميكس ده، رايق قوي قوي، مش اي حد هيحبه على فكره، اللي بيحب اللوتس قوي والشوكولاته قوي هيحب الاندماج ده كده الاثنين ده مع بعض. ناخد بقى اخر حاجه واخر لوتس عندنا اللي طعمه غريب، اللي انا ما اعرفش طعمه عامل ازاي اصلا، انا شايف كراميل وشايف بندق وشايف حاجه كده، فاحنا نفتح ونشوف طعم اللوتس الغريب ده طعمه ايه اصلا. ونفتح اللوتس يا زميلي، برده شوكولاته سودا، نفتح كده ونشوف جواه ايه، ما اعرفش ده كراميل مملح ده ولا ايه، مش عارف. تعالوا ندوق. بسم الله. مش فاهم طعمه عامل ازاي، هو طعم الشوكولاته بعد كده طعم كراميل، بعد كده طعم حاجه مملحه، بعد كده ترجع تاني كراميل، بعد كده ترجع تاني حاجه مملحه، بعد كده طعم الشوكولاته يرجع تاني، مش فاهم الطعم ايه، بس هو شكله كده كراميل مملح يعني. اكتبوا لي تحت في الكومنت ده طعم ايه، لان انا مش عارف بصراحه، بس اللي انا حاسه ان هو كراميل وفي حاجه مملحه، فحاسس ان هو كده ايه كراميل مملح، مش عارف اديله ريت ايه، انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم فكره التمليحه دي جايه منين اصلا، بس بصراحه ما عجبنيش يعني، ممكن مثلا ياخد 6 7 من 10، ما عجبنيش، مش احسن حاجه يعني بصراحه في كيت كات يعني. دي كده كانت كل انواع كيت كات اللي موجوده في السوق، لو حاببنا نجيب انواع تانية من حاجات تانية ونجربها قول لي ونجيبها ونجربها سوا. وبقول لك يا زميلي، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. خضيتك صح؟ الانستجرام وانت مخضوض بقى كده بسرعه، يعني فولو خلاص، مش هطلب منك حاجه تاني، فولو فولو بص تشيك خلاص، فولو خلاص خلصنا. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.